اشمال عام؟ هذا الموضوع عيب تحكيه خلص انتهى. طيب عيب نحكيه. ايه موضوع الاحكام القضائيه فصلت قضائية فصلت في احكام عضوم فصلت في طيب الاحكام القضائيه احكام عضوم بعدين اثنين كبار ما تسميها قضائيه هيدي اثنين معلش اسمح لي اثنين اكبر منك اللي واحد منهم رئيس جمهوريه بسبب هذا الكلام غرم وواحد تاني الرئيس رفيق الحريري رجع وسمع شو قال عن عن العماد عون بهذا المجال بمقابلة مع غسان شربي اثنينهم اكبر منك هودي شو اكبر مني يعني شو اكبر مني عيب فشلت تقول اكبر مني انت فشلت انا ما حدا اكبر مني فشلت من هذا الحرامي انت الفشل انت حرامي لا تقول لي انت اكبر حرامي انا ما حدا اكبر مني انت الحرامي واحد حرامي وانت الحرامي واحد انا بس الله اكبر ما ينفعش صوتك لحظه انت الحرامي بس الله اكبر فشارنا لا هو حرامي فشار اكبر مني ما تكون فشارته لا لحظه انا شو عليك اوعى حدا اكبر مني ما عرفت العب شو اللعبه العب ما غيري استاذ مشان انا فشلت عم تقول لي استاذ مشان فشلت انا حدا اكبر مني شو حدا مني ما زال فشلت مره ثانيه انت عم تقول لي فشلت عم شو عليك استاذ ما تقلي فشار بدك تعمل لي ما تقلي فشار رفيق الحريري اكبر منك لك يا استاذ ضو ورئيس الجمهوريه اكبر منك فشار ايش على داير على الملابن كل مره هي الموضوع بتجيب سيرته لانه هذا بس ما مستنداته موجوده بس ما خلينا نحكي بالموضوع بس عم تقلي فشار اللي عم تقلي فشار فشرت تقول حدا اكبر مني انت فشرت منو حدا مليون مره فشرت اكبر بالسن يا خيي اكبر مليون مره فشرت لا ما انا اكبر بالسن انا ما حدا اكبر مني مليون مره فشرت انت خصوصي لما بكون حرامي انت الحرامي طيب انت الحرامي استاذ ميشيل انا حطيت حساباتي بمصر انت الحرامي بفرنسا انت وانت الحرامي طيب مثل ما بدك انا حرامي وانتو انضف ناس صح ايه هاي الكلام المزبوط الاصلاح هاي الكلام المزبوط مزبوط مزبوط فشرت مزبوط انا هون على هاي الشاشه طلعت لك فشرت تقول فشرت انا رد عليهم واضح انه في قضاء في قضاء دكتور انا عم بقول له هذا القضاء قضاء العضومي لك شو بدك قضاء عضومي ما هذا كنتوا قاعدين عضومي بعدك لحقني بالعضومي بزمانه عم تقول رؤساء وزراء ونواب شو قضاء عضومي وكذا دكتور جلاح عن جد يعني اوقات بصير الكلام شوي خارج المنطق على كل حال انا فشرت انا بتاثر إيه انا ما حدا اكبر مني ما ما بس ما بتقول فشار مني فشارت يكونوا اكبر مني انت فشار ولا انت فشار استاذ مشان خلاص انت مليون مره فشار طيب مشاهدينا انت فشار اكبر منك انا ما حدا اكبر منك مليون مره كمان بدي اشكر بدي اشكر انا اكبر منك مليون مره بدي اشكر النائب مشان شو بكل شيء والله اعتذر عن هذه النهايه القصريه للحلقه واعطيكم موعد الثلاثاء المقبل ببين السطور على الاو تي في تصبحوا على ألف خير